حاجتنا حاجتنا موت وقتله، ما بدنا نزعل على شيء. به والله اللي عم بيموتوا في سوريا انا مش احسن منهم، لا والله. يا نور تمشي الله يجعلني تمشي شهيد. بقيه الحوار على قانوني او تمشيها على قانونك؟ لا قانوني وقانونك واحد. ندمت لانك فسخت عقدك مع شركه روتانا في والله فتره حتى الان؟ لا 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 لم اندم. لا لا ليش اندم؟ لانه المخزون زاد كيف كيف. لا يا حبيبي لا كانت لا روتانا تدعمك وكانت البومات تنزل. روتانا لازال في عمل بيني وبينها بس انا اتوقف بسبب الظروف. الناس عم بتموت وبتقتل. يا هادي بلدك، هي بلدك كيف يعني؟ كل يوم اطفال، الاطفال عم بالبراميل والطيران عم بينشالوا اشلاء اشلاء، الايد الرايحه، الراس المقطوع، ما فيش تركيز يعني، ما فيش يعني. يعني انتوا ما بعرف الاعلام يا اما مغيب يا اما عم تتفرجوا على المحطات الاخرى. انا بقول لك عن شيء واقع عن الارض. وإلي الشرف في مواقفي السياسيه، هي بلدي، بلدي تحترق، بلدي تدمر، بلدي تقتل. انا ما بيهمني تيجي روتانا تعطي والله ما طلعت نور مهنا مشان مواقفي السياسيه. الله معك روتانا، خليكي محترمه. شو دخل مواقفي السياسيه اليوم؟ انت محطه روتانا. اول ما اخذ الامير الوليد، انا لا اخص الوليد، لا والله انا علاقتي معه لطيفه ومحترمه، ولكن الاداره اللي عنده شو دخلها بالسياسي؟ انا شو عملت؟ انا لم اظهر اعلاميا ولم ابح بكلمه. فاذا هم حبوا يتظلموني وحبوا والله يقولوا انه نور مهنا عنده موقف سياسي، هي بلدي، هي بلدي، بلدي. تصور انت بلدك لا سمح الله تحرق، انت ابن تونس، ما بدك تناضل؟ ما بدك تحكي حقائق؟ حاجتنا الظلم، حاجتنا ديكتاتوريات يا اخي. في حياته مصر ما كان بيننا وبينها فيزا؟ في حياته؟ معقول اليوم هذا الشعب اللي مات غرق واللي تهجر واللي راح واللي سهبت امواله واللي اولاده قتل صار بده فيزا للدول العربيه؟ يا اخي ما بدنا دول. لك تصور المانيا صارت تستقبلنا، هاي الدوله العظمى الالمانيه تستقبل السوريين بشكل غير طبيعي. العالم كله ضد سوريا يا اخي، العالم كله ضد سوريا. وين الأمة العربية موقفها من هالأبرياء اللي عم بتموت؟ وين؟ لك وين وين؟ موجوع من وين وين؟ يعني شو موجوع؟ بلدك بلدي، هي شو يعني؟ شارع، كل شارع، كل ضيعة، كل حي بهمني أنا. شو أنا ابن سوريا أنا؟ خسرت بلدك؟ عم نخسره إن شاء الله، بنرجع بالأخير، ولا يصح إلا الصحيح. والله على الظالم، الله على الظالم. ماذا فقد مواطن اليوم سوري موجود عندي معايا على الهواء؟ ماذا فقد؟ أصدقائي، أهلي، بلدي، مالي. المال يروح وبيرجع، كلياتنا عايشين بوضع الحمد لله لا بأس به حتى الآن، كويس؟ وما من إن شاء الله ما منمد إيدنا لأي شخص كان. اللي عنا من أملاك تدمرت، تدمرت كلها بالطيران، كلها بالبراميل. متفائل لمستقبل سوريا بإذن الله تعالى؟ وما في أحرار وأشراف في سوريا لن أخاف على بلاد الشام أبدا، ذكرها الرسول بارك الله في شامنا ويمننا. الرسول العظيم هيك قال، نحترم ما قاله سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. زعموا سلوتك ليتهم نسبوا إلي الممكنا، زعموا سلوتك ليتهم نسبوا إلي الممكنا. المرء قد ينسى المسيء المفتري والمحسن، لكنه مهما سلا، هيهات ينسى الموطن.